بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أنا مهاجرة مغربية، هذه 49 عام وأنا في بلجيكا. يعني وفرت واحد شوية ديال الفلوس ملي شفت الناس كتشري وديك شي، ومع أنا قربت يعني راني دابا متقاعدة، مشيت شريت واحد الدويرة باش نبقى نمشي نرتاح فيها. ملي مشيت نشري ديك الدويرة يعني مشيت لعند السيد، السيد معروف البيرو ديالو في طنجة، والسيد معروف بزاف، معروف في طنجة، معروف في العرايش، معروف في أزيلة، واحد العدد ديال الناس اللي شراو، وحتى أنا من دوك الناس. أنا مشيت شفت الموديل ديال الدار، عجبني الحال، عرفت الثمن شحال، دار معايا عام عام ونص يعطيني السكنة. إلا صدقت من 2004 حتى لدابا مازال السيد ما دار معايا حتى شي حل، يعني ما خليتش شي باب اللي ما دقيتش عليها. مشيت لوزارة العدل، مشيت للوزير ديال البني والتعمير، هنا مشيت للقنصلية، مشيت للسفارة، ما خليت ما حتىش نعاود لكم. يعني قصتي قصة باش نقول لكم أنا هاد المشاكل بحال اللي تقول شريت قصر، حتى كون شريت قصر كون كمل. المهم ملي جيت سيدي شريت هاد الدار هادي، السيد قال لي عام عام ونص غادي يعطيني السكنة. إلا صدقت من 2004 الآن ما عطاني والو. دقيت على البيبان، كاين الناس اللي عيطوا للوالي ديال طنجة، يعني بدوك وجا داك الناس الله يجازيهم بخير. يعني وحده مراه كانت وزيره المهاجرين هي اللي حلات لي شويه الباب، عطاني سكنه مؤقته، وكتب عليا واحد الورقه باش نهار يبغي يخرجني. المهم عطاني ديك السكنه هذيك، جبت حوايجي انا من مكناس، جبت حوايجي داكشي اللي كان ملك كامل. هذه 49 عام وانا في المغرب، الناس المغاربه كاملين تيقولوا غادي يهبطوا لبلادهم، وبلادنا الحمد لله مزيانه ما حصلنا حتى شي خير. وانا من دوك الناس كل عام كنهبط الحوايج ديالي للمغرب، غير الحوايج اللي ما حتىش نقول لكم، ماشي باش نبيع ولا باش نشري، باش نحطهم في داري. ملي حطيت داك الحويجات ديالي رجعت لهنا لبلجيكا، ما كملاش 6 شهور دخلوا وما كاين حتى شي واحد براني اللي غادي يدخل، لان السيد داير العساسه تما، دخلوا سرقوني، ما حتىش نقول لكم يعني سرقوا لي الدار، ما كاين ما نقول لكم. رجعت عيطوا لي قالوا لي راه الدار ديك تسرقات، مشيت هوت للمغرب، هضرت مع السيد اللي مسؤول تما، وعيط مول البني قال لي وار انت في الخارج معليش، واخا يمشيو لك هذوك ملي تعاود ترجعي جيبي وحدين اخرين. المهم ما حتىش نقول لكم كان عيط له باش يعطيني السكنه ديالي، كنجي كنقبط له الطيل، كنخلص له الطيل جوج سيمانات هو غادي وانا كنجري موراه. يعني اش غادي نقول لكم، ما حتىش نقول لكم. اللهم من هذا من كار على دويره بسيطه باش انا نتعب ونمرض بالمعده ديالي ونمرض بالجنون، زعما هادشي راه حرام عليكم يا الناس المسؤولين. وكنطلب من العائله الملكيه الا شافوا هذا الروبورتاج يعني يحلوا المشاكل ديالنا. تنشوف الملك ديالنا الله يجازيه بخير كيدير بزاف المجهودات، ولكن الناس المسؤوله ما هيش يعني ماشي قابطه هاد الشغل بالمعقول. اش غادي نقول لكم، انا ما خليت باش نعاودها، ما خليت شي باب اللي ما دقيتش عليه. ودابا الدوسي ديالي في المحكمه، مشيت عندهم 4 سنين هذه وانا داعيه، مشيت قلبوا لي قالوا لي الدوسي ما كاينش، عاود درت دوسي اخر، والدوسي ديالي راه هو في ازيله. جيت العام اللي فات يعني 2004 هبط، مشيت عند وكيل الملك، ما حتىش نقول لكم كيفاش داير داك الاستقبال، كل واحد يخلصوا الله. قال لي الدوسي ديالك في طنجه، مشيت لطنجه واحد كيصيفطني لهنا، المحكمات ديال طنجه كاملين درت عليهم، ما عارفين شي فين غادي يصيفطوني، واش من دوسي اللي غادي فين غادي نلقاه. المهم لقيت الدوسي، مشيت لعند جبدوه لي بواحد الصعوبه، قالوا لي الدوسي ديالك راه عند البوليس. مشيت انا قلت لهم علاش الدوسي غادي يكون عند البوليس، قالوا لي لان السيد ما كاينش، حنا كنقلبوا عليه. هو السيد انا في الشونتيي، السيد في الشونتيي كيدخل وكيخرج ومعروف، ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفوش. السيد معروف، راه عنده البني في الجبل الكبير في طنجه، وعنده في ازيله جوج ديال المشاريع،
وعنده في العرايش يعني معروف. انا هاد السيد هذا ما عندي معاه حتى شي مشكل، ولكن خيرني ويعني كيحتقرني بحال اللي انا ساعيه ماشي دايره مشروع ضويره ولا، يعني كيحتقرني وكيحسبني بحال اللي انا كنسعى، يعني واحد الاحتقار محتاج قليل الترابي قليل الادب. هادشي دايلي فلوسي وباقي عاد كيتمنقر عليا.